اول بطل للدوري، الفريق اللي سحر الملايين، فريق حطم الارقام، فريق حقق الانجازات. ما اكتفى بس بكذا، فريق غير المفاهيم في كره السله، فريق هو احد اكبر الاسباب لطريقه اللعب الحديثه في كره السله، جولدن ستيت واريورز، فريق اللي رفع من شعبيه كفريق ورفع من شعبيه دوري كره السله الامريكيه نفسه. اليوم نتعرف اكثر على هذا الفريق وعلى جولدن ستيت واريورز، ارقام، انجازات، وبعد اهم واقوى اللاعبين والمدربين اللي مثلوا هذا الفريق. السلام عليكم، انا جعفر، حلقه جديده من NBA 201. برنامج اليوم اللي نتكلم فيه كل يوم عن فريق من فرق الدوري الامريكي لكره السله NBA. عندنا 30 فريق حاليا في الدوري، وعندنا ان شاء الله 30 يوم في الشهر، ف 30 فريق في 30 يوم. خلصنا الكثير وبقى بس القليل ان شاء الله، فخليكم ويانا، لا تنسوا تشترك في القناه عشان تشوف الجديد بعد اول باول. اليوم نتكلم عن فريق جولدن ستيت واريورز. يلا نبدأ الحلقة. Golden State Warriors، فريق اللي يتواجد في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، واللي يلعب في مجموعة المحيط الهادي في القسم الغربي ضمن دوري كرة السلة الأمريكية NBA. الواريورز أحد أقدم الفرق في الدوري، وتأسس من البدايات، تأسس عام 1946 ميلادي، والبدايات كانت في مدينة فيلادلفيا شرق أمريكا، وكان بنفس الاسم فيلادلفيا واريورز. سبب تسمية الفريق بالواريورز إنه كان في فريق سابقا في فيلادلفيا في العشرينات من القرن الماضي، وكان فريق سلة بعد، بس الفريق ما استمر. فلما تأسس هذا الفريق الجديد سموه بنفس الاسم. كلمة واريورز تعني أو تترجم إلى المحاربين. الفريق استمر في فيلادلفيا حتى سنة 1962، وبعدها انتقل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في أمريكا. انتقل إلى مدينة سان فرانسيسكو وحافظ على نفس الاسم سان فرانسيسكو واريورز. وبعدها بعشر سنوات قرر الفريق تغيير الاسم، وبدل من استخدام اسم المدينة اللي هو فيها سان فرانسيسكو، قرر الفريق تسمية نفسه بلقب يمثل الولاية كاملة، يمثل ولاية كاليفورنيا كلها، وهو جولدن ستيت أو الولاية الذهبية. وقتها لما قرروا هذا الشيء ما كان في اي نادي او اي فريق في ولايه كاليفورنيا. الواريورز قالوا احنا نبغى نمثل الولايه كلها، مو بس مدينه واحده، نبغى الولايه كلها. وفعلا ومن وقتها الى يومنا هذا والفريق اسمه جولدن ستيت واريورز، الفريق اللي شعاره حاليا عباره عن دائره مرسوم فيها جسر يمثل جسر البوابه الذهبيه الشهير جدا هذا اللي في سان فرانسيسكو. الوان الفريق حاليا لونين بس، ازرق ملكي والاصفر بس. اما ملعب الفريق حاليا فهو اجدد ملعب في NBA، الملعب اللي تم افتتاحه هذا الموسم وكلف بناء اكثر من 500 مليون دولار، ويتسع لاكثر من 18,000 متفرج. الان خلينا نتكلم عن بعض الارقام والاحصائيات الخاصه بالواريورز. فريق من تاسس من 1940 حتى 2020 لعب 74 موسم في الدوري، طبعا هذا اكثر عدد من المواسم لفريق في الدوري، ويشارك في هذا الرقم بس فريقين غير الواريورز، يعني فعليا الواريورز من المؤسسين للدوري. خلال كل هذه السنوات الواريورز لعب 5785 مباراه، انتصر في 2787 وخسر في 2998 مباراة، يعني خسر أكثر مما فاز، ونسبة انتصارات الفريق هي 48.2%. هذا النسبة تخلي الواريورز في المركز 19 بين فرق الدوري 30 في نسبة الفوز في مباريات الموسم الاعتيادي. أما أفضل موسم رقميا للواريورز فبدون شك هو الموسم التاريخي في 2015-16، موسم اللي حقق فيه الفريق 73 انتصار من أصل 82 مباراة. 73 انتصار وبس 9 هزايم طوال الموسم، أعلى عدد من الانتصارات وأعلى نسبة انتصارات في تاريخ الدوري كاملا. بداية الفريق في ذاك الموسم كانت بداية بعد أسطورية، كانت أفضل بداية لفريق في تاريخ الدوري. بدأوا الدوري ب 24 انتصار متتالي، أكثر بتسع انتصارات من ثاني أفضل بداية في الدوري، وهذا العدد من انتصارات المتتالية اللي هو 24 انتصار متتالي يعتبر ثالث أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري في أي وقت من الدوري يعني. أما بالنسبة لأسوأ موسم رقميا للواريورز فكان موسم 1952-53، لما سجل الفريق بس 12 انتصار بس من أصل 69 مباراة كان في هذاك الموسم، يعني نسبة الفوز كانت بس 17.4%. أما أسوأ سجل للفريق في موسم كان فيه 82 مباراة فكان موسم 2000-2001، لما خسر الفريق 65 مباراة من أصل 82 مباراة لعبها، يعني فاز بس في 17 مباراة طوال الموسم، نسبة الفوز كانت 20.7%. وبالنسبة للبلاي أوفز، الواريورز تأهل للبلاي أوفز 35 مرة، يعني السنوات اللي تأهل فيها الفريق أقل من السنوات اللي ما تأهل فيها للإقصائيات. المهم خلال هذه السنوات اللي تأهل فيها الفريق للبلاي أوفز لعب مجموع 349 مباراة، فاز في 190 مباراة وخسر 159 مباراة، يعني نسبة فوز الفريق في مباريات إقصائية أو مباريات بلاي أوفس هي 54.4%. هذه نسبة ممتازة جدا تخلي الفريق في المركز السادس بين فرق الدوري في نسبة الفوز في مباريات إقصائية. الواريورز مرت عليه سنوات عجاف بدون الوصول أبدا للبلاي أوفس، وأطول فترة هي بين 1995 حتى 2006، يعني 12 سنة متتالية بدون تأهل للبلاي أوفس. هذه الثالث أطول مدة يقضيها فريق بدون تأهل للإقصائيات في تاريخ الدوري كامل. وكمعظم الفرق يعني في
في فترات سيئة وفي فترات مميزة. الواريورز مروا فترات مميزة سواء من التأهل للبلاي أوفس أو المنافسة أو حتى تحقيق الألقاب. بداية تأسيس النادي كانت فترة مميزة وطويلة للفريق، أول 31 سنة للفريق كانت معظمها تأهل بلاي أوفس، منافسة على الألقاب وحتى تحقيق هذه الألقاب. لكن إذا بتقصر المدة عشان تختار بس حقبة زمنية قصيرة شوي، فالأفضل هي الحقبة الزمنية الحالية، حقبة الخمس سنوات الماضية، الحقبة اللي غير فيها الفريق مفاهيم اللعبة. يعني مو بس نتكلم الفريق يتأهل بلاي أوفس أو ينافس أو يوصل نهايات متتالية أو حتى يحقق ألقاب، نتكلم عن الفريق غير في اللعبة، غير في شكل اللعبة وطريقة اللعب أو طريقة اللعب كاملة بسبب أسلوبهم الحديث واللي بدأوا فيهم. بما أننا بدينا نتكلم عن الإنجازات، خلينا نبدأ نسرد هذه الإنجازات. الواريورز من بدأ تقسيم المجموعات داخل الأقسام في 1970 جاب صدارة المجموعة 7 مرات، لكن الأهم من الواريورز حقق لقب القسم 11 مرة، 3 مرات لما كان في القسم الشرقي في مدينة فيلادلفيا و8 مرات وهو في القسم الغربي في مدينة سان فرانسيسكو. الفريق وصل للمباراة النهائية 11 مرة في تاريخه، هو ثالث أكثر فريق وصل للمباريات النهائية في تاريخ الدوري كامل، وفي الخمس سنوات الأخيرة وصل للنهاية فيها كلها، 5 سنوات متتالية إلى النهاية. هذا يعتبر ثاني أطول سلسلة لفريق يوصل لمباريات نهائية متتالية، إنجاز مميز جدا وصعب تحقيقه، يعني إنجاز غير طبيعي. الواريورز خلال سنواتها كاملة وبعد الوصول ل 11 نهائي حقق 6 ألقاب، وبعد بهذا الرقم هو يعتبر ثالث أكثر فريق حقق ألقاب في الـ NBA. الواريورز هو أول فريق حقق لقب الدوري، حقق لقب دوري الـ BAA في أول سنة في الدوري 1947، وبعدها في 1956 لقبه الثاني، وهالمرة بعد اندمج الدوري وصار NBA. وهذه المرتين كان الفريق ما زال في فيلادلفيا، وبعد ما انتقل لسان فرانسيسكو وغير اسمه لجولدن ستيت جاب لقبه الأول في الغرب عن طريق القسم الغربي، يعني 1975. وأخيرا حقق 3 ألقاب في غضون 4 سنوات زي ما شفنا، وواحد من هذه الألقاب بالتحديد لقب 2017 حقق الفريق فيه رقم تاريخي في البلاي أوفس كأفضل سجل انتصارات في البلاي أوفس، حقق نسبة 94.1% في الانتصارات في البلاي أوفس. عشان تجيب اللقب أنت تحتاج 16 فوز في البلاي أوفس، يعني الإنجاز أن الواريورز حقق هذا العدد من انتصارات مقابل بس هزيمة واحدة، شيء مميز جدا. خلينا ننتقل شوي لبعض الأرقام والإحصائيات الخاصة باللاعبين في الواريورز. أكثر من مثل الفريق في عدد المباريات هو كريس ميلن اللي لعب 907 مباراة مع الواريورز، لكن أكثر من مثل الفريق في عدد الدقائق هو اللاعب نيت ثريموند 30735 دقيقة، وبعد هو أكثر من جمع ريباوند مع الفريق 12771 ريباوند. في النقاط أكيد أكثر من سجل نقاط مع الفريق هو ويلت شامبرلين اللي سجل 17783 نقطة مع الواريورز في بس 6 مواسم. ترتيب ويلت في عدد المباريات مع الواريورز هو 27 بين كل اللاعبين، لكنه الأكثر في عدد النقاط. أما بالنسبة للتمريرات الحاسمة فجاي روجرز هو الأكثر ب 4855 تمريرة حاسمة، والأكثر سرقة للكرة هو كريس مولن 1360 سرقة، أما الأكثر بلوك فهو أدونال فويل 1140 بلوك. أما في الجوائز الفردية فثلاث مرات لاعب الواريورز حقق لقب جائزة الـ MVP أو أكثر لاعب مؤثر في الموسم، مرة واحدة وولت شامبرلين ومرتين ستيف كيري، كانت على التوالي 2015 و2016. والإنجاز المبهر في هذا الشيء أن حصول ستيف لهذه الجائزة في المرة الثانية كان تاريخي، لأنها كانت المرة الأولى والوحيدة في التاريخ أن كل المصوتين لهذه الجائزة اختاروا نفس اللاعب، يعني هو الوحيد في التاريخ اللي فاز بالإجماع من قبل كل المصوتين. أما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب مدافع في الدوري فمرة واحدة فاز بهذه الجائزة لاعب من الواريورز، كانت في 2017 لما فاز بها دريموند جرين. بالنسبة لتشكيلات الموسم ف26 مرة دخل لاعب من الواريورز تشكيلة الفريق الأول في الموسم، الأكثر هو ريك باري 5 مرات. أما تشكيلة الفريق الثاني ف15 مرة دخلها لاعب من الواريورز دخل هذه التشكيلة، 7 مرات دخل لاعب من الواريورز تشكيلة الفريق الثالث. أما في التشكيلات الدفاعية 6 مرات اختير لاعب من الواريورز دخول تشكيلة الدفاع الأولى، 13 مرة دخل لاعب من الواريورز دخول تشكيلة الدفاع الثانية. أما عدد المرات اللي دخل فيها لاعب من الواريورز مباريات كل النجوم فهو 95 مرة، وأكثر لاعب تمثيلا للواريورز في هذه المباريات هو باول أريزن اللي اختير المشاركة مباراة كل النجوم 10 مرات. أما عدد اللاعبين اللي يمثلوا الفريق في أي فترة من الفترات ودخلوا قاعة مشاهير خاصة بكرة السلة الباسكتبول هول أوف فيم هم 18 لاعب. وأخيرا اللاعبين اللي الواريورز علقوا أقمصتهم في ملعب الفريق هم 6 لاعبين، وزي ما نعرف أن تعليق الفريق لقميص اللاعب يعني تقاع رقم هذا اللاعب وأنه خلاص ما حد يشارك بنفس الرقم في هذا الفريق مستقبلا. الواريورز سنوات طويلة وأكيد مر عليه لاعبين كثير مميزين وأساطير، وبعضهم ما ذكرناهم لأنهم ما تصدروا مثلا أي إحصائية للفريق أو ما حصلوا جوائز فردية من هذه الجوائز اللي نذكرهم، لكن أكيد في لاعبين كثر ومنهم أكيد كيفن دوران اللاعب اللي وصل مع
الفريق 3 نهائيات متتاليه في اخر 3 مواسم في الدوري، وقدر يتحصل مع الفريق على لقبين، والمرتين بعد فاز بافضل لاعب في سلسله النهائيات الفاينل ام في بي. يعني دورانت مثل الفريق 3 سنوات وصل فيها 3 نهائيات، ارقام مميزه، واكيد بنشوف رقم يتعلق يوما ما في سقف الملعب. ونفس الشيء بعد كلاي تومسون، ما ذكرناه في اي قائمه او اي جائزه، لكن احد اهم اللاعبين في تاريخ الفريق واحد عناصر الحقبه التاريخيه الاخيره، احد العناصر المهمه جدا في هذا الحقبه. خلينا نتكلم الان شويه عن المدربين في تاريخ الفريق. في 74 سنه اشرف على الفريق بس 25 مدرب، في 3 منهم دربوا اكثر من فتره، لكن بالمجمل بس 25 مدرب مسكوا الفريق. الاكثر في على المباريات هو المدرب فالاتليس اللي درب الفريق في السبعينات، درب الفريق في 707 مباراه، وبعد اكثر مدرب حقق انتصارات مع الفريق 394. لكن المدرب صاحب افضل نسبه في الانتصارات بالتاكيد هو المدرب الحالي ستيف كير، اللي يملك معدل انتصارات 70.9% في 475 مباراه اللي درب فيها الفريق. بالرغم من السجل السيء للفريق هذا الموسم، لان نسبه الفوز عند المدرب ستيف كير هي 70.9، هي الافضل في تاريخ الان بي اي للمدربين اللي اشرفوا على 400 مباراه واكثر. ستيف كير بعد هو واحد 3 مدربين اللي تحصلوا على جائزه افضل مدرب في الموسم مع الواريرز، وواحد المدربين الخمسه اللي اختيروا من الواريرز الاشراف على مباراه كل النجوم في 7 مناسبات مختلفه. كير تم اختياره مرتين 2015 و2017. اما المدربين اللي دربوا الواريرز في اي فتره من الفترات ودخلوا قاعه مشاهير خاصه بكره السله هم 4 مدربين. اكيد مستقبلا راح نضيف الاسم الخامس لهذه القائمه، وراح يكون ستيف كير في هذا القائمه شيء اكيد. هذه نبذه مختصره عن جولدن ستيت واريرز، فريق له عشاق كثر بسبب المتعه والقوه والالقاب اللي حققها في الفتره الاخيره، بسبب تواجد لاعب مثل ستيف كير، بسبب تواجد مدرب مثل ستيف كير اللي غير الكثير والكثير، بسبب تجميعة النجوم الخرافيه اللي عملوها وحققوا معاها هذه الالقاب. صحيح هذا الموسم مر بفتره صعبه جدا جدا، وابتعدوا كثير، ابتعدوا كثير جدا عن المستويات المعروفه للفريق، لكن ممكن ما زال الحكايه بقيه للواريرز، ما زال عندهم كلمه يمكن يقدموها، ما زال ممكن عندهم القاب يحققوها، ممكن مع عوده مصابين ومع الموسم الجاي، ممكن. هنا لكن نوصل لنهايه الفيديو، وقبل ما تقفل الفيديو ابغاك تكتب تعليقات افضل لاعب عندك انت شخصيا مثل جولدن ستيت واريرز، سواء لاعب حديث او حتى من اللاعبين القديمين، واذا ما شفت الحلقات السابقه من البرنامج تقدر تشوفها من القائمه. وبعد المهم لا تنسى تكون ويانا بكره نفس الوقت، تعرف معنا على تاريخ وارقام نادي ثاني من انديه الان بي اي. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك، اللايك ترى راح يساعد مره في انتشار المقطع، وبعد يساعد انك انت تقدر تنشر المقطع مثلا عند اصحابك جروبات واتساب تليجرام. وبعد اذا ما كنت مشترك وعاجبك المحتوى اشترك وابشر باللي يسر الخاطر ان شاء الله. وبس كنت معاكم انا جعفر، يعطيكم العافيه على المشاهده، سلام.